السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، كيف حالكم يا شباب؟ اليوم موعدنا مع أول دروس الفصل الدراسي الثاني والفصل السادس، وهو أول درس فيه هو اسمه تقريب الكسور والأعداد الكسرية. تقريب الكسور والأعداد الكسرية. زي ما احنا شايفين فكرة الدرس ايه يا شباب؟ هي اني اقرب الكسور او الاعداد الكسرية الى اقرب نصف. تقريب الكسور والاعداد الكسرية لاقرب نصف. طبعا خلينا نشوف كده امثلة عشان نفهم. احنا عندنا مثلا في تقريب الى اعلى، وفي التقريب الى النصف، وفي التقريب الى الادنى. كيف؟ التقريب الى الاعلى، لو انت عندك مثلا زي كده 7 تقسيم 8 او 7 على 8، هذه كيف اقربها؟ اول شيء احنا قلنا بنجيب نصف المقام. اجيب نصف المقام، المقام هنا 8، نصه كام؟ 4. طيب ببدأ أشوف هل السبعة دي أقرب إلى الصفر، ولا أقرب إلى نصف المقام اللي هو 4، ولا أقرب إلى المقام نفسه اللي هو 8. فطبعا هيحصل إن السبعة أقرب إلى إيه؟ إلى المقام نفسه اللي هو 8. إذا الكسر هذا يقرب إلى كام؟ إلى 1. طيب هذه الحالة الأولى. الحالة الثانية مسألة زي كده، 2 و3 قسمة 8 أو 3 على 8، برضو زي ما سوينا في المسألة اللي فاتت، بسوي هنا أجيب نصف المقام، نصف الثمانية كام؟ 4، وأشوف هل الثلاثة هذه أقرب إلى الصفر، ولا أقرب إلى نصف المقام، ولا أقرب إلى المقام نفسه. طبعا هحصل إن الثلاثة أقرب إلى نصف المقام، يعني أقرب إلى الأربعة. طالما إن أقرب إلى نصف المقام يبقى الإجابة بتكون إيه؟ نص. إذا هشيل الكسر هذا كامل وأحط مكانه نص اللي هو 1 على 2، والعدد الصحيح اللي هو 2 ينزل هو نفسه. طيب النوع الثالث، 1 على 8، هجيب نصف المقام، نصف المقام اللي هو نص الثمانية كام؟ 4. طيب الواحد أقرب إلى الصفر، ولا أقرب إلى الأربعة، ولا أقرب إلى الثمانية نفسها؟ طبعا الواحد هنا أقرب إلى إيه؟ إلى الصفر، فبالتالي قيمة الكسر كله بتساوي صفر. يبقى اكتب الإجابة صفر، طبعا ما عندي هنا عدد صحيح، خلاص يبقى بكتب الإجابة صفر. تمام. طيب هنا بيقول لك قرب 1 و5 على 8 إلى أقرب نصف. طيب زي ما قلنا بجيب نصف المقام اللي هو نص الثمانية كام؟ 4، زي ما قلنا في الأمثلة السابقة. وهنا حصل إن الخمسة قريبة إلى الأربعة اللي هو نصف المقام، يبقى الإجابة بتكون كام؟ 1 ونص. زي ما احنا شايفين الإجابة تكون كام؟ 1 ونص. تمام. طيب هنا بيقول لك قرب كل ما إلى أقرب نصف. شوف المثال الأول، 8 و1 على ال12، هجيب نص ال12، نص ال12 6، وأشوف هل الواحد قريب إلى الستة، ولا قريب إلى ال12، ولا قريب إلى الصفر. طبعا الواحد أقرب إلى الصفر، يبقى إذا الكسر هذا كله اللي هو 1 على ال12 بشيله وأحط مكانه صفر، يعني خلاص بشيله خالص نهائي، يبقى الباقي كام؟ 8. يبقى هذا تقريبه إلى 8. طيب نشوف مثال تاني، 2 و9 على 10. هنا هلاحظ إن التسعة قريبة من المقام نفسه، وقلنا إذا كان البسط قريب من المقام نفسه يبقى بشيل الكسر وأحط مكانه 1. طيب الواحد هذا بكتبه كده؟ لأ، بضيفه على العدد الصحيح اللي عندي. أنا عندي العدد الصحيح 2، أضيف له 1 يصير كام؟ 3. تمام. طيب مثال آخر، 2 على 9، هنا هجيب نص المقام، نص التسعة كام؟ 4 ونص. طيب هل الاثنين أقرب إلى ال4 ونص، ولا أقرب إلى الصفر، ولا أقرب إلى التسعة؟ طبعا الاثنين أقرب إلى الصفر، الاثنين أقرب إلى الصفر، يبقى نكتب الإجابة صفر. طيب مثال آخر، 5 على ال12، ال12 نصها 6، هلاحظ إن الخمسة أقرب إلى إيه؟ الصفر ولا الستة ولا ال12؟ الخمسة أقرب إلى الستة، الستة اللي هي نصف المقام، يبقى أكتب الإجابة نصف. تمام. طيب مثال آخر، 1 و2 على 5، يبقى هنا هجيب نص المقام، نص الخمسة 2 ونص. فطبعا الاثنين قريبة إلى نصف المقام، يعني قريبة إلى 2 ونص، يبقى أجيل أشيل الكسر هذا وأكتب مكانه نصف، يبقى الإجابة 1 ونص. طيب هنا 4 و3 على 7، 4 و3 على 7، أجيب نص السبعة 3 ونص، فعندي هنا البسط اللي هو 3 قريب من 3 ونص،
يبقى الإجابة إن الكسر هذا بنص، يبقى الإجابة 4 ونص. طيب تعالوا نشوف المسألة هذه يا شباب. بيقول أرادت امرأة أن تشتري سوارا من ذهب، فإذا كان محيط معصمها 15.25 سنتيمتر، فأيهما يفضل أن تشتري سوار محيطه 15 أم 16؟ طبعا هنا يا شباب هي مسألة واقعية بالتفكير. إذا كان المعصم 15 وربع، فواضح إن لازم هتشتري السوار هيكون أكبر من المعصم عشان يدخل في المعصم، صح ولا لأ؟ إذا ما يصلح إن أنا أختار 15، يبقى لازم أختار كام؟ 16. يبقى هنا بختار السوار اللي هو محيطه 16، تمام؟ طيب تعال نشوف يا شباب أسئلة تأكد. أول سؤال بيقول قرب السبعة على ثمانية، قلنا بجيب نص المقام، نص الثمانية 4. طبعا عندي هنا السبعة قريبة لإيه؟ الصفر ولا الأربعة ولا الثمانية؟ ممتاز، قريبة للثمانية نفسها. طالما قريبة للثمانية نفسها يبقى قيمتها بكام؟ بواحد، يبقى إذا هذا قيمته واحد. طيب مثال آخر، 3 و1/10، بجيب نص المقام، نص العشرة كام؟ 5. طيب هل الواحد أقرب إلى الصفر ولا أقرب إلى الخمسة ولا أقرب إلى العشرة؟ طبعا واحد أقرب إلى الصفر، يبقى إذا الكسر اللي هو 1/10 قيمته صفر، يعني بيروح ويبقى لي كام؟ 3. يبقى الإجابة 3. طيب 3/8، أجيب نص المقام، نص التمانية 4، وأسأل نفسي هل الثلاثة قريبة من الصفر ولا قريبة من الأربعة ولا قريبة من الثمانية؟ طبعا هحصل إن الثلاثة أقرب إلى الأربعة اللي هي نصف الكسر، اللي هي نصف المقام، يبقى إذا الكسر كله بيساوي نصف، تمام؟ طيب مثال آخر، 6 و2/3، هجيب نص الثلاثة 1.5، طبعا الاثنين أقرب إلى 1.5 اللي هو نصف المقام، يبقى إذا الكسر هذا أشيله وأحط نص، يبقى الإجابة 6.5، تمام؟ مثال أخير، 1/5، هجيب نص الخمسة 2.5، وأشوف الواحد هل هو أقرب إلى الصفر ولا أقرب إلى 2.5 ولا أقرب إلى الخمسة نفسها، طبعا الواحد أقرب إلى الصفر، تمام؟ كده يا شباب نكون انتهينا من الدرس الأول، وإلى لقاء آخر إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.